هذا التجمع تجمع شبابي يتكون من 100 شاب حامل شهادة، انخرطوا في برنامج إيميل سنة 2012 آنذاك بإشراف من وكالة ترقية وتشغيل الشباب وإدارة الدمج وسوني ميكس السابقة. اليوم نحن في حراك احتجاج في ساحة الحرية كل يوم خميس، نطالبوا من رئاسة الجمهورية ومن فخامة رئيس الجمهورية التدخل من أجل إنصافنا وإعطائنا حقوقنا مسلوبة. هذا الشباب أخدم طيلة 9 سنوات في هذا البرنامج وقدم سيرة إيجابية في تسيير المرافق العمومية، واليوم للأسف وحتى هذه اللحظة ما عندنا أي عقود قانونية ولا عندنا أي حقوق من الحقوق اللي يكفلها القانون والدستور الموريتاني لأي مواطن وأي عامل في أي قطاع من قطاعات مرافق الدولة. اليوم نحن مستبشرين بدولة القانون والمؤسسات والحديث عن عودة تنفيذ القانون وعودة الحقوق إلى أصحابها، ومن هذا المنبر مطالبين عن رسائلنا اللي قدمناها لرئاسة الجمهورية وقدمناها للتآزر وقدمناها للمفوضية، وفيها جميع المطالب اللي عندنا أنها تؤخذ بعين الاعتبار، وهذا قد يخلق يعني تنجبر فاعلية وتنجبر تطبيق البرنامج فخامة رئيس الجمهورية المتمثل في تعهداتي في الشق الاجتماعي والاقتصادي اللي هو رفع الظلم واللي هو زيادة نجاعة برنامج أمل اللي مازال حتى الآن تدعو له الحاجة ولكن ما قد يتم إصلاحه ويكون إصلاح هذه الاختلالات المتمثلة في الوجود هذه 100 من حمل الشهادات اللي عادت يالة الدولة تفكر في دمجها في القطاعات العمومية اللي محتاجة لها واللي هي قادرة على أنها تقدم فيها أحسن ما لديها.